في البداية أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد العيان رئيس الدولة الله يحفظه، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد العيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الله يحفظه، وأيضا سمو الشيخ منصور بن زايد العيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد العيان للأعمال الإنسانية على دعمهم لا محدود في نجاح مهرجان الشيخ زايد التراثي. الحمد لله المهرجان الشيخ زايد التراثي الآن المهرجان انتقل من المرحلة المحلية للمرحلة العالمية، والدليل أن هذا العام عدد الدول المشاركة بالإضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة 30 دولة من مختلف قارات العالم. عندنا الدول العربية الشقيقة وعندنا بعض الدول من قارة آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا. فالحمد لله الآن الدول المشاركة عرضت منتجاتها وعرضت أيضا تراثها. تلاحظ وجود الفرق الشعبية أيضا الحرفيين من كل الدول. فأنا دائما أقول لإخواني الجمهور سواء من إخوان المواطنين أو إخوان الوافدين أن الواحد بدل ما يزور 30 دولة ممكن يزور مهرجان الشيخ زايد التراثي ويطلع على كل الأشياء الموجودة في هاي الدول. الآن وصلنا إلى 29 دولة بالإضافة لدولة الإمارات، أصبحنا 30 دولة السنة، وهذا رقم قياسي ما شاء الله. التحدي الكبير الآن أمامنا أن الطلبات الكثيرة الجاية بالسنوات المقبلة. طبعا المهرجان يبتدي من أول ديسمبر لغاية نهاية شهر يناير اللي هو شهر 1 في 2019. مدة المهرجان شهرين. المهرجان يفتح يومين من الساعة 4 إلى الساعة 10، وفي الإجازات إلى الساعة 12 في الليل. ما شاء الله نلاحظ الإقبال الكبير من الجمهور أنهم يتواجدون قبل الساعة 4 العصر. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، التسامح هذا مزروع فينا من أيام الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. وهذا العام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد العيان الله يحفظه أمر بتسمية، طبعا 2018 كان عام زايد و2019 بيكون إن شاء الله عام التسامح. فنحن في دولة الإمارات التسامح مزروع فينا. في دولة الإمارات عندنا أكثر من 180 جنسية. نحن ما نقول ناس، نقول لأخواننا وأشقائنا وأهلنا من كل دول العالم موجودين، بغض النظر عن أديانهم، بغض النظر عن جنسياتهم، بغض النظر عن أعراقهم أو ألوانهم. فنحن دولة متسامحة ونحن بابنا مفتوح للجميع ونرحب بكل الناس. والحمد لله هني عندنا الآن 29 دولة بالإضافة دولة الإمارات، هاي 30 دولة. الجمهور من كل دول العالم موجودين والباب مفتوح للجميع، وتوجيهات قيادتنا رشيد الله يحفظها أن افتحوا الباب للجميع ومجانا الدخول. فما تشوف أي مهرجان في أي دولة في العالم إلا برسم مبلغ الدخول. هني الباب مفتوح للجميع. فنحن في دولة الإمارات نرحب بكل حد. نهج التسامح، نهج هذا زرع فينا المغفور له الشيخ زايد الله رحمه ويغفر له، وهذا النهج اللي ماشي عليه الآن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد العيان رئيس الدولة الله يحفظه، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة الله يحفظه، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد العيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الله يحفظه. مهرجان زايد التراثي مهرجان عالمي بكل معاني الكلمة. اليوم مهرجان زايد اليوم تتوافد إليه السياح من كل أقطار العالم سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة. اليوم مهرجان زايد التراثي معلم من معالم الدولة، الكل يقصده والكل يضعه في روزنامة إجازاته. شركة الفوعة هي شريك استراتيجي لمهرجان زايد التراثي منذ انطلاقته، وكل عام وهنالك الجديد في هذه الشركة العملاقة. كما تعلم هاي شركة الفوعة تخدم أكثر من 18 ألف مزارع من السلع إلى الفجيرة، متواجدة في أكثر من 45 دولة، لديها منتجات مميزة
شركة الفوعة شاركت بجناح متنوع فيه أجنحة كثيرة، بداية من متحف التمور، وهذا المتحف يعطي من يزوره ورسالة لكل من يحضر معرفة أنواع التمور وتواجدها وأين توجد، بالإضافة إلى جناح الممارسات الزراعية ومزرعة الفوعة التي تعد أكبر مزرعة في العالم وحاصلة على شهادة أوكسيرت وفيها 70,000 نخلة تقريبا. فمهرجان زايد هو في عام زايد الخير، وهو يترجم كل معاني أفعال زايد وأعمال زايد، فكل هذا التطور واللي تشوفونه في الدولة هو من أعمال زايد، الله يغفر له ويرعاه رئيس الدولة الله يحفظه وولي عهد الأمين. أما التسامح فهي من صفات زايد، وينادي بهذا التسامح، والتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث النبوية تحرص كل مسلم أن يتسامح، سواء كان يتسامح مع أخيه، سواء يتسامح مع جاره، لأن التسامح هي صفة إيجابية تبنى عليها العلاقات وتذيب كل ما هو يشيب أي علاقة تحدث بين أي طرف من الأطراف. فالتسامح صفتنا، والتسامح يشد عليه الشيخ زايد الله يغفر له ويرعاه اليوم الشيخ صاحب السمو الشيخ خليل زايد رئيس الدولة وولي عهده الأمين وكل ما هو جميل في هذه الدولة. حضرنا للإمارات لمهرجان التراث، فكيف دولة الإمارات الشقيقة تسوي المهرجان ولو نشارك فيه؟ فواجب علينا المشاركة وبث التراث أبائنا وأجدادنا في هذا المهرجان الجميل جدا الذي سرنا في المشاركة فيه، وكان الجناح السعودي له دور كبير داخل هذا المهرجان. لدينا حرف ولدينا أماكن نمثل فيها تراث أبائنا وأجدادنا في هذه المنطقة. أشوف المهرجان وايد ممتاز، أنا شارك فيه المرة الثانية، ممتاز من جميع النواحي، من جميع يعني شو أقول لك، من خدمة، من ضيافة، حتى المشترين كلهم ممتازين. كنا نحتفل 16 ديسمبر بالعيد الوطني البحريني، والحمد لله كنا مو كأنه في إحنا بلد غريبة، لا بالعكس بلدنا البحرين، حسينا بكلش فرحة مسرة مع أخواننا أهل الإمارات والضيوف والبقايا يعني المشاركين من أخواننا في اليمن وأخواننا من الأردن ورانا الكويت والسعودية وعمان، والحمد لله بفضل الله حبي يعني كنا في حالة كل ممتازة من الفرحة والسرور هذا الوقت. Your Sheikh Zayed Heritage Festival. You can see the different cultures. You walk for a few minutes and you see a lot of cultures, different cultures. Here you can see India Pavilion here. And there are this beautiful exhibition going around here. And we are participating from India now. And this is what we, you can see all different cultures are participating here. A lot of countries are participating here. And we are very happy to, always, we always do this exhibition. And we are very happy to do this.
مشارك هنا في المهرجان لأول مرة يعني في هذه السنة. جئت من قبل 20 يوم تقريبا، ولما رأيت الصورة صورة المهرجان يعني بشكل عام استغربت وتفاجأت يعني بجودة تنظيم الذي المهرجان يتمتع به. والجناح البوسني بشكل عام موجودا في هذا المهرجان لمدة 4 سنين الماضية، فمن ضمن المنتجات التي يعني نحن نعرضها الحرف والمهن البوسنية التقليدية، ونعرض من ضمنها المنتجات البوسنية التقليدية مثلا الشبشب الجلدي والشنط الجلدية والعسل البوسني الأصلي، وثم بعد ذلك المنتجات الصوفية التي تصنع يدويا يعني في البوسنة. My name is Valeria Kachergina. We take part in Heritage Zayed Festival. It's very important for us because we take part for the first time. We introduce so big stand. We would like to suggest you to fill our national dish, traditional dish. So we have so many dancers with our national dances.